وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ووفقنا في ما أقمتنا فيه يا رب العالمين، وقنعنا بما رزقتنا وزدنا علما، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري بشرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. وبدأنا نتكلم في فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها، 5 أشياء، والشروط جمع شرط وهو لغة العلامة، وشرعا ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها، وخرج بهذا القيد الركن فإنه جزء من الصلاة. وتكلمنا على هذا كله الحمد لله في الجلسة الماضية، الفرق بين الشرط والركن، وحد الشرط والركن، والفرق بين الشرط والمانع وغير ذلك، والسبب وما هي معنى السبب. كل هذه الأشياء تكلمنا عنها في الجلسة الماضية، كانت تقريبا الجلسة الماضية كانت جلسة أصول فقه. اليوم ندخل في الشروط. الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث، يعني علشان تدخل الصلاة لازم تبقى متوضئ أو تكون مغتسل من الجنابة، يعني تكون على غير حدث. يبقى أول شرط طهارة الأعضاء من الحدث، وما يقول من الحدث يبقى يشمل الأصغر والأكبر. عند القدرة، بقيد عند القدرة، لأن افرض ما فيش مية يبقى في الحالة دي، أما فاقد الطهورين لا في مية ولا تراب، لا في مية يتوضأ ولا تراب يتيمم. فيها أمثلة كتيرة، الإنسان يفقد الماء والتراب في سفينة فضاء ونزلوه على القمر وما عندوش إلا مية يشربها بس، لأن القمر ما فيهوش مية. ما هو نجيب مثال بقى إيه يليق بالواقع بتاعنا، مش هنجيب مثال من 300 سنة، نجيب مثال بالواقع بتاعنا. ودوه على كوكب من الكواكب وادوا له مية على قد شربه، ما ينفعش يتيمم بتراب اي كوكب الا الارض، لانك انت متعبد بتراب الارض. فما ينفعش اجيب انا تراب من زحل ولا المشتري ولا اي كوكب من الكواكب واتيمم بيه عند فقد الماء، لان انا متعبد بالارض دي. كويس، يبقى ده فاقد طهوري. يبقى اللي قاعد على القمر او في سفينه فضاء او مكوك فضاء وعنده يدوب الميه على قد شربه بس محسوبه، هيقعد 100 يوم في الفضاء عاملين له شرب يكفيه 100 يوم، لو استعمله في الوضوء ضاعت عليه الميه يبقى هيهلك. يبقى ده فاقد طهورين، اصابته جنابه او اخرج ريح وعايز يصلي يعمل ايه؟ ده اسمه فاقد الطهورين، هنشوف حكمه الوقت. يبقى الشرط الاول طهاره الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر عند القدره. شوف عند القدره دي خرجت فاقد الطهورين، لانه عند عدم القدره هيصلي على حاله، هيصلي على حاله كده. فاتوا مما امرتكم ما استطعتم، مش كده برضه؟ هو لا يستطيع الا انه يصلي، لكن ما يقدرش، لا عنده تراب ولا عنده ميه. في مثال تاني لفاقد الطهورين على الارض، في واحد اتحرق، نسال الله السلامه، وشه اتحرق وكفه اتحرق، والكف والوجه عضو مشترك بين الوضوء والتيمم، لا يعرف يتوضا ولا يعرف يتيمم، لانه لو اتوضا لازم هيبل وشه، والدكاتره قالوا له اوعى تبل وشك انت محروق، ولو اتيمم ازاي هيمسح على وجهه المحروق تراب؟ هيلوث الجرح، مش كده؟ يبقى ده فاقد طهورين على وجه الارض. طيب راح السجن اللي هو بتاع العراق ده اللي بيسجنوا فيه، اسمه ايه؟ ابو غريب.
وجم الجماعة الأمريكان علقوه بين السماء والأرض. بتحصل، ويسيبوه كده 24 ساعة وساعات يومين، نظام تعذيب بقى على مفترية. أهو ده لا طايل مية ولا طايل تراب، بين السماء والأرض وبيسمع أذان ورا أذان، يعمل إيه؟ فاقد طهورين. فهمت؟ يبقى في أوضاع كثيرة ممكن الإنسان يكون فاقد طهورين حتى في الأرض. وأما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه. يبقى فاقد الطهورين هيصلي بس هيعيد عند تمكنه بالتراب أو الماء. هيصلي ليه طيب على حاله؟ احتراما للوقت. ويعيد ليه تاني؟ لإدراك الصحة. واضح؟ بحيث لو مات بين البنين يبقى ذمته بريئة. ده مذهب الشافعية. لكن مذهب الأحناف معلوه الصلاة. فاقد الطهورين ما يصليش على مذهب الأحناف لحد ما يتمكن من أحد الطهورين، لأنه فقد شرط لا يستطيع تحصيله. ده الأحناف. الشافعية خدوا بحديث الرسول فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم. مش كده برضه؟ وقالوا إن الميسور لا يسقط بالمعسور. ترجمها الإمام الشافعي بقاعدة. ترجم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم، ترجمه إلى قاعدة قام عليها مذهب الشافعي. مذهب الشافعي يقوم على 5 قواعد، من بينها أن الميسور يعني المتيسر لا يسقط بالمعسور، لا يسقط بأمر آخر متعسر. يعني أنا أستطيع أن أقرأ الفاتحة من قيام، لكن ركبي بتوجعني ما أعرفش أسجد، يبقى ما ينفعش أقرأ الفاتحة من جلوس، صلاتي تبطل لأن أنا متمكن من القيام. فهمت إزاي؟ أنا الوقت متمكن من القيام، أستطيع أن أنا أقوم، أجي من المسجد من بيتي للمسجد ماشي على رجلي، وأول ما يجي المسجد يروح جايب الكرسي وقاعد ويصلي. أي ما ينفعش. طب ما أنت جاي ماشي تستطيع القيام، يبقى تقرأ الفاتحة من قيام. لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. يقول لك أصل أنا ظهري بيوجعني، ما يجراش حاجة، في الركوع بقعد، في السجود بقعد، لأن المعسور هو الركوع والميسور هو القيام، فركن القيام الميسور لا يسقط بالمعسور وهو عدم القدرة على الركوع أو السجود. فهمت بقى؟ ادي معنى كلام الشافعي. يبقى الميسور يعني المتيسر لا يسقط بالمعسور اي المتعسر. دي قاعده مهمه. هيجي نقرا احنا الشرط ده، احنا النهارده مش هناخد غير الشرط ده على فكره، لكن نقرا الشروط كلها بلا شرح، علشان ايه؟ اللي مش ناوي يحضر تاني ويحرم يبقى طلع بمعلومه، لانه ممكن واحد يقعد يقول لك ياه ده دروس طويلة أوي يا عم، أنا هخلصها إمتى دي؟ كان زمان الكتاب ده بيتشرح في الأزهر مع شيخ العمود في 11 سنة، في كتاب البيجوري، ويقعدوا 4 أيام في الأسبوع وكل قعدة 3 ساعات، ويخلصوه في 11 سنة. هذا الكتاب اللي إحنا شغالين فيه. يطلع بعديها قاضي شرعي على مذهب الشافعي، يتخرج قاضي شرعي على مذهب الشافعي. شوف قد إيه. لكن على أي حال إحنا هنقراه. ما قالوا ان العلم بيضيع ليه؟ اما بين كبر العالم، يقول لك وانا يعني هفهم العالم دي ازاي، او حياء الجاهل، او عدم صبر المتعلم على العلم، او عدم صبر الشيخ على التلميذ، يوم يضيع العلم. والحاجات دي كلها الحمد لله متوفرة دلوقتي، ربنا ينجينا منها. ويعني حاجة تانية، طهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب وبنل ومكان. يبقى لازم أكون متوضئ أو مغتسل، يعني طاهر البدن من الحدث، وطاهر البدن والجسد والبدن والثوب والمكان من النجاسة. دي تاني شرط. وبعدين وستر العورة، ستر لون العورة بلباس طاهر. يبقى بعد كده لازم أستر العورة بلباس طاهر. يشترط ستر العورة في الصلاة ألا تكشف وألا تشف، ألا تكشف وألا تشف، وأمام الناس ألا يصف، تحط وصف. شرط ثالث، يبقى ستر العورة في الصلاة يكفي ألا يشف، يعني ما يبينش البشرة اللي تحته، يبقى شفاف.
والا يكشف، ما يبقاش كمان ايه شبيكه كده، او معمول مثلا حاجات كده ايه مقطعه كده شراشيب لانها تكشف، يبقى لا يكشف ولا يشف. طب لو وصف يعني ملزق، يعني بنطلون استريتش، يبقى يجوز يصلي فيه، لكن لا يجوز ان يمشي بيه امام الناس لانه يصف عورته، لكن يصلي بيه في مكان لا يراه احد وتبقى صلاته صحيحه. فهمت؟ الراجل بس ولا المرأة؟ المرأة والرجل، يعني هو ينفع الراجل يمشي ببنطلون استريتش ويمشي في الشارع كده مبين عورته للناس؟ المرأة يعني تصلي والمرأة كذلك، المرأة في مخدعها لها انها تصلي بإيه؟ بالملابس بتاعتها الضيقة، طالما مغطية عورتها ولا تشف ما أسفل منها، ومش مقطعة يعني مش معمول فيها فتحات تكشف. ما هو دلوقتي ساعات يعملوا لك بلوزة ويعمل لك فتحة قدام السرة، مش كده برضو زي الهندي كده، اللبس الهندي او ده يكشف، فما ينفعش. يبقى يشترط شرطين لستر العورة في الصلاة، ألا يكشف وألا يشف، وشرط ثالث لستر العورة أمام الآخرين الأجانب ألا يصف، يبقى ما يكونش محزق بقى، سواء رجل أو امرأة، الرجل له حد في عورته والمرأة ليها حد عورتها. واضح؟ وستر العورة بلباس طاهر، ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال ونحوه، وأما سترها عن نفسه فلا يجب، لكنه يكره نظره إليها، وعورة الذكر ما بين سرته وركبته، وكذا الأمة، وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين، وأما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها، وعورتها في الخلوة كالذكر، والعورة لغة النقص، وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو المراد هنا، وعلى ما يحرم نظره، وذكره الأصحاب في كتاب النكاح، اتكلموا على عورة المرأة كتير قوي في كتاب النكاح، علشان في النكاح في باب الخطبة ما يحل للخاطب أن يرى من مخطوبته الوجه والكفين، فالباب ده خلاهم يحطوا عورة المرأة في كتاب النكاح، واخد بالك؟ الثالث الوقوف على مكان طاهر، والرابع العلم بدخول الوقت، والخامس استقبال القبلة. كويس؟ يبقى دي شروط صحة الصلاة، فيها تفاصيل هنقراها إن شاء الله، لكن احنا النهاردة هنتكلم على الشرط الأول، طهارة الأعضاء. يقول الشيخ البيجوري كان الأولى أن يحذف الأعضاء، ويقول الطهارة لأنه يوهم أن المراد طهارة أعضاء الوضوء من الحدث الأصغر، لأن المتبادر من الأعضاء أعضاء الوضوء فقط الأربعة التي هي الوجه واليدان والرأس والرجلان، وليس كذلك، بل المراد طهارة جميع البدن من الحدث الأكبر وأعضاء الوضوء من الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر يتعلق بالبدن كله، والحدث الأصغر يتعلق بأعضاء الوضوء الأربعة، الوجه واليدين إلى المرفقين والرأس والقدمين، مش كده برضه؟ دي حدث الوضوء، لكن حدث الأكبر إيه هي الحدث الأكبر؟ الحدث الأكبر ستة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة خاصة بالنساء، ثلاثة خاصة بالنساء اللي هو الحيض والنفاس والولادة، سهلين دول، الحيض والنفاس والولادة دي ثلاثة خاصة بالنساء، لسه ما فيش رجالة بتحيض ولا بتولد، بيجربوا دلوقتي تجارب بره في أوروبا وفي أمريكا يخلوا الرجالة تحمل جوه تجويف البطن، ملناش دعوة قاعدين يعكوا، لكن هو الحيض والنفاس والولادة دي خاصة بالنساء. كويس؟ وثلاثة مشترك بين الرجال والنساء، وهو خروج المني والإيلاج والموت. الإيلاج يعني إدخال قدر حشفة الرجل في الفرج. كويس؟ ونزول المني، خروج المني والموت، عشان كده الميت بنغسله. يبقى عندنا إيه؟ ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، خروج المني والإيلاج
اللي هو التقاء الختانين اللي الرسول قال عليه إذا التقى الختانان، والثالثة الموت، والثلاثة المشترك فيها الخاصة بالنساء الحيض والنفاس والولادة. يقول طب وليه قلت الولادة يا أخي؟ طب ما هو النفاس لازم يبقى فيه ولادة، لأن في ستات صحيح نادرين يولدوا وما يبقاش عندهم نفاس، ما فيش حاجة تنزل تاني، تولد وتقوم تطهر زي ستنا فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تلد وبعد ما تلد تطهر على طول، عشان كده سموها الزهراء. وفي قليل من النساء على مر العصور يبقوا كده، فعلشان كده قال لك الولادة. وقالوا طب والولادة ليه يعني توجب الغسل؟ لأن الولادة المولود ده عبارة عن مني منعقد، فكأن فيه خرج مني في صورة إيه؟ في صورة بني آدم، وإحنا قايلين إن خروج المني يوجب الغسل مش كده؟ يبقى لما يخرج المولود ده كأنه مني منعقد، يسموه مني منعقد لأنه خرج مني بره، يبقى وجب الغسل. خدت بالك بقى؟ وفي كلامه إيماء إلى أن المراد بالحدث الأمر الاعتباري، لأنه هو الذي يحل بالأعضاء. الحدث اللي هو موجب الوضوء أو موجب الغسل يسموه حدث، أو ليه معنى آخر، هو الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يعرفوه كده. ليه أمر اعتباري؟ أمر اعتباري لأن الإنسان لما بينتقد وضوءه أعضاء الوضوء دي ما بيتغيرش لونها ولا بيحصل فيها أي تغير. يعني أنت بص لنفسك في المراية وأنت متوضي، وبص لنفسك في المراية وأنت مش متوضي، ما تغيرش وجهك في حاجة، مش كده برضه؟ عشان كده قال لك إن الحدث ده شيء اعتباري، يعني لا يرى بالعين المجردة، ده شيء اعتبره الشارع وإن كان لا يرى بالعين المجردة. خدت بالك؟ يعني ليس له حس جرم. هو الحدث قال لك هو الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، يعني حيث لا يوجد رخصة من فقد ماء أو فقد التوريد. فهمت إزاي؟ يمنع من صحة الصلاة. فقال كده إلى أن المراد بالحدث الأمر الاعتباري لأنه هو الذي يحل بالأعضاء فتطهر منه بجريان الماء عليها، تبص تلاقي ايه الميه تروح واخده الامر الاعتباري ده اللي يتعلق بالاعضاء، تروح منزلاه تحت، تقوم العضو يتحرر منه، يقوم ساعتها يبقى صالح انه يقابل ربه ويقول الله اكبر ويتوجه للقبله ويصلي. فهمت؟ فلو صلى بالحدث مع القدره على الطهاره لم تنعقد صلاته ابتداء وبطلت دواما. يعني لو هو دخل في الصلاة وهو محدث ما تنعقدش الصلاة. طيب دخل في الصلاة وهو كان متصور نفسه انه متوضئ، فاكر انه متوضئ، فدخل في الصلاة وهو داخل الصلاة افتكر انه مش متوضئ، يبقى بطلت لانه يشترط الدوام فيها كمان. فاهم؟ يبقى لو فاكر من اولها لا يدخل في الصلاة اصلا، ولو افتكر أثناءها تبطل في الحال. عشان كده قال لك إيه؟ لم تنعقد صلاته ابتداء أي عند تذكره في الابتداء، وبطلت دواما أي عند حدوثه أو تذكره في أثنائه. واضح؟ لو إمام بيأم الناس نفس الحكاية، لو إمام بيأم الناس وتذكر أنه مش متوضئ خلاص بقى. دخل حد بدله ولا لا؟ لو هو افتكر أنه مش متوضئ أصلا يبقى تكبيرة الإحرام بتاعته دي كانت باطلة، يطلع من الصلاة ما يسلمش لأنه ما دخلش الصلاة أصلا، يتلفت كده للناس ويقول لهم لا مؤاخذة يا جماعة أنا ما كنتش متوضي ونسيت، أقيموا الصلاة يلا واحد فيكم يأمكم على ما أروح أتوضى، هيرزعوا علي ما يجراش حاجة، أحسن ما يصلي وهو مش متوضي. مش يدخل حد مكانه؟ يدخل حد مكانه إمتى؟ لو هو أصلا كان متوضي وداخل في الصلاة وقرأ الفاتحة وسبقه الريح خرج منه، يبقى في الحالة دي يقوم يقول للواحد وراه أكمل الصلاة. لكن احنا الصورة الثانية ده دخل في الصلاة متصور انه متوضئ وتذكر انه ما كانش متوضي، يبقى كأنه ما دخلش في الصلاة بقى، هيستخلف ايه؟ فاهم؟ دي صورة ودي صورة. واضح؟ لو تذكر بعد تمام الصلاة، لو تذكر بعد تمام الصلاة وانصراف الناس صحت الصلاة للناس ويعيد صلاة نفسه.
يعني هو أمن الناس في المسجد وبعدين روح البيت قال ياه ده أنا كنت في الشغل دخلت الحمام ونسيت أتوضأ وصليت بالناس في الجامع اللي قدام الشغل بتاعي وافتكر الكلام ده وبعدين رجع بيته خلاص صلاة الناس صحيحة ويعيدها هو بقى يتوضأ ويعيد. ولو سبقه الحدث وتطهر عن قرب ولو سبقه الحدث وتطهر عن قرب برضه تبطل صلاته، لو سبقه الحدث وتوضأ عن قرب برضه تبطل صلاته، يعني لازم يستأذن. يعني ايه؟ يعني انا دخلت في الصلاة وانا بقرأ الفاتحة وبعدين جيت اركع وبعدين وانا قايم كده راح انفلت مني ريح غصب عني بدون ما اقصد، فروحت ايه طالع من الصلاة بسرعة وتوضيت مفيش اقل من دقيقة ورحت راجع تاني اكمل على ما كنت عليه، زي في الطواف، في الطواف كده هكمل على ما كنت فيه مش كده، ولا ابتدي من جديد؟ الراجح ابتدي من جديد حتى ولو لم يطل الفصل. واضح الكلام بقى؟ ادي معنى كلامه، ولو سبقه الحدث ولم يطل الفصل بطلت صلاته برضه. فهمت بقى كلام الشيخ؟ خلافا لقول في المذهب القديم بأنه إن سبقه الحدث وتطهر عن قرب بنى، يعني بنى على السابق زي في الطواف، ده المذهب القديم قول، لكن الراجح خلاص الصلاة لازم من أولها لآخرها تبقى طاهر، مفيش حاجة اسمها إيه يسبقني الحدث في أثنائها وأروح أتوضأ وأرجع أكمل من الركعة التانية أو التالتة، ما ينفعش، ابتدي من الأول. في قول في المذهب القديم قال كده، لكن مع ليس عليه الفتوى، الإمام الشافعي نفسه غير رأيه. فهمت ازاي؟ بقاله في الأول وبعدين غير رأيه بعد كده. ولو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده لا على فعله إلا القراءة ونحوها والأذكار. لو صلى ناسيا للحدث، أنا صليت وأنا ناسي إني دخلت الحمام أو طلعت ريح أو عملت أي نقد من نواقض الوضوء كالنوم مثلا اللي هو بغير هيئة المتمكن أو مس الذكر بالكف، كل دي نواقض للوضوء. لو أنا بقى صليت وناسي وفاهم إن أنا متوضي وبعدين بعد كده خلصت الصلاة وأنا ناسي، هاخد ثواب الصلاة؟ يقول لك يثاب على قصده بس مش على فعله، لأن الفعل اللي هي الصلاة، الصلاة صلاها وهو مش متوضئ يبقى ما ياخدش ثواب صلاة، لكن ياخد ثواب قصده انه هو عايز يصلي وده قصد كويس، وانه هو دخل الصلاة ما كانش متصور نفسه انه هو محدث، وياخد ثواب القراءة على انها ذكر. انا قريت فاتحة وقريت سورة اخد ثواب قراءة القرآن خارج الصلاة، وسبحت وقلت سبحان ربي العظيم وصليت على النبي وقريت التشهد مش كل دي اذكار؟ يبقى اخد ثواب الاذكار لكن ما اخدش ثواب الصلاة كصلاة. فهمت؟ ادي كلام الشيخ اللي بيتكلم. يجوز تقرا طبعا من غير وضوء القرآن، يجوز تقرأه من غير وضوء من حفظك زي ما بتقرأ في الصلاة كده وانت بتقرأ من حفظك. لا لا تقع طبعا عليه يعيد بقى، هي المسألة لا افتكر خلاص يعيد، ما افتكرش لحد ما مات خلاص رفع القلم عن الناس خلاص، لحد ما مات نسي خلاص، لكن هو افتكر قال خلاص بقى ما انا كنت اديتها وانا ناسي خلاص تبقى صغير. لا نقول له ما سقطتش، لان انت خدت ثواب القصد وخدت ثواب الذكر وما خدتش ثواب الصلاه، قوم صلي تاني اتوضى وصلي تاني. فهمت بقى؟ ولو صلى ناسيا للحدث اثيب على قصده لا على فعله الا القراءه ونحوها كاذكار الركوع والسجود فانه يثاب على فعله وقصده، لانه ذكر مطلق ذكر، والتسبيح مش محتاج وضوء، والصلاة على النبي مش محتاجة وضوء، وقراءة القرآن مش محتاجة وضوء إلا لو كانت معها مس مصحف، لكن لو من القلب مش محتاجة وضوء. فهمت بقى المسألة؟ قوله من الحدث أي من أجل الحدث، فمن تعليلية متعلقة بطهارة، وقوله الأصغر والأكبر أشار به إلى أنه ليس المراد بالحدث هنا الأصغر فقط، وإن كان هو المراد الحدث الأصغر اللي هو موجب الوضوء اللي هو خروج شيء من السبيلين اللي هو القبل والدبر، خروج شيء من السبيلين مش كده برضه؟ طيب والنوم على غير هيئة المتمكن
سهلة. ومس الذكر بباطن الكف ولمس المرأة الأجنبية، مش دي كلها أحداث؟ وذهاب العقل بسكر أو نوم أو مرض، وذهاب العقل، يبقى دي نواقض الوضوء على مذهبنا احنا. تحط خروج الدم والقيء والصديد والقيح من أي جزء في الجسم ينقض الوضوء عند الأحناف مش عندنا احنا، فهمت؟ وتشيل من عندنا احنا عشان تبقى حنفي مس الذكر ما ينقضش الوضوء عنده، لأنه بدعة منك، خدوا بحديث إنه بدعة منك. يبقى عند الأحناف هنشيل مس الذكر كناقض ونحط مكانه القيء وخروج الدم من أي جسم. فما ينفعش بقى إيه تعمل لي مذهب سلطة وتاخد من ده وتاخد من ده وتاخد من ده وتلاقي في الآخر نواقض الوضوء عندك أنت بس ثلاثة دون أن عن خلق الله، ما ينفعش، تبقى متسيب. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده اللي بيمشي على مذهب بيبقى موزون. جت معاك كده ازاي؟ يعني واحد سأل واحد قال له كده، واحد شافعي قال له كده، واحد حنفي قال له كده. يعني يبقى صح، صحيح، بس جاهل. ربنا هيسأله ليه انت ضيعت عمرك وما طلبتش العلم الشرعي الكافي لإصلاح عبادتك؟ ربنا هيسأله، لكن هيعدي له صلاته صحيح، لأنه مذهبه مذهب مفتي، واخد بالك؟ لكن هو متجرئ، بنسميه احنا متجرئ، متجرئ على العبادة، يدخل فيها كده وهو بصدره كده مش فاهم. لكن لو عارف بقى، لو قالوا له عايز تعمل عملية جراحية يروح لخمس ست دكاترة عشان الكل يجمع، إنما أول ما يروح لشيخ يقول له صلي ما يهمكش يسمع كلام الشيخ ده من أول مرة لأنه سهل، إنما حاجة تمس بدنه ولا ماله يسأل 100 سؤال. يبقى هو بيتحرى لجسده وماله أكثر مما يتحرى لدينه. فشفت بقى يقوم ربنا يسأله يقول له أنت ليه ما بتتحرش لدينك كما كنت تتحرى لدنياك؟ مش كده برضه؟ فما يلقش يعني. خصوصا الحكاية سهلة، يعني نواقض الوضوء هيتعلمها في قعدة واحدة، إزاي يتوضأ يتعلمها في قعدة واحدة، وإزاي يغتسل في قعدة واحدة، حكاية سهلة كلها. وقول الأصغر والأكبر أشار به لأنه ليس المراد بالحدث هنا الأصغر فقط، وإن كان هو المراد بالحدث عند الإطلاق غالبا، فها هنا من غير، فما هنا من غير الغالب. فما هنا يعني فما هنا من غير الغالب، يعني كلمة من الحدث هنا، الحدث ده ليس هو الغالب في الظن اللي هو الحدث الأصغر بل مطلقا. يبقى كأن الألف واللام في الحدث هنا ليست للعهد، للعهد، ولكن للجنس، جنس الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، لأن قال ألف واللام اللي هي التعريفية دي قد تكون للجنس وقد تكون للعهد. فإذا احنا قلنا الحدث، كلمة الحدث كده تيجي في ذهن غالب الناس اللي هو ناقض الوضوء، ده اسمه الحدث ايه، الألف واللام دي سموه ايه، للعهد، عهد ذكري ذهني في الناس. لكن لما اقول الحدث والالف واللام دي للجنس اي جنس حدث، يبقى يدخل الايه، يدخل الحدث الاكبر والحدث الاصغر. قوله عند القدره ظرف متعلق بطهاره وهو قيد فيها سواء كان من الحدث الاصغر او الاكبر بل ومن النجس. يعني عند القدره يعني طاهر حال كونه عند القدرة، عشان كده اللي بيقول لك الجر والمجرور متعلق بطهارة، ادي معنى متعلق بطهارة، يعني حال كونه قادرا عليها. فهمت ازاي؟ ظرف متعلق بطهارة وهو قيد فيها سواء كان من الحدث الأصغر أو الأكبر بل ومن النجس أيضا، فكان الأولى أن يؤخره عن قوله وطهارة النجس، إلا أن يقال إنه حذف من حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. لما جاء في طهارة، في الطهارة من النجس ما قالش عند القدرة، حذفه في الكلام على النجاس مع إنه برضو قيد، على أساس لدلالة إيه الكلام في الأول عليه يعني، واخد بالك؟ أدي معنى كلام الشيخ. أما فاقد الطهورين، عايز يتكلم على فاقد الطهورين هنا، الطهورين اللي هو الماء والتراب، لأن فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى يا ماء
استعمله فقط الماء يبقى التراب، يبقى سموا الماء والتراب الطهورين. كويس، عشان كده اقول لك فاقد الطهورين، لا ميه ولا تراب، يبقى لا عارف يتيمم ولا عارف يتوضا، ده اسمه فاقد الطهورين. وهذا مقابل لقولي عند القدره ولا فرق في فاقد الطهورين بين ان يعني يكون حدثه اكبر او اصغر. ما فيش فرق بين واحد يكون فاقد الطهورين وعلى جنابه حدثه اكبر او يكون حدثه اصغر، فهيصلي على حاله، بس الفرق اللي هيصلي على حاله وهو فاقد الطهورين من حدث اكبر يبقى هيقرأ الفاتحة فقط ومقرا السورة، لأن قراءة القرآن حرام على الجنب، مش كده؟ قراءة القرآن حرام على الجنب، فيبقى هيعمل الفرائض بس لضروراته، يبقى يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، لكن فقد الطهورين وحدثه أصغر يقرأ الفاتحة والسورة براحته، لكن لو حدثه أكبر يقرأ الفاتحة بس ما يقراش السورة. فهمت ده الفرق؟ والمقصود بالتراب يعني احنا ايه؟ التراب اللي بتتيمم صعيدا طيبا. لا لا، ولا في المكان، في الاوضه، في البيت، عندي لو اوضه متربه كده انزل طبعا التراب ده اي سمك كان موجود خلاص، المهم يبقى فيه غبار. لا يعني تبقى شايفه، ولا اروح اجيب شويه تراب الاحسن كده، او تيجي مثلا على حرف الشباك. بالظبط، حلو، ما هو ده عليه غبار، حلو انا معاك، اخبط كده على حرف الشباك. انما افرض لسه منظفين، افرض لسه منظفين الشباك بقى وملمعينه. ما هو شوف تراب البيت ده تاني، طب ما دي نعمة حلوة. افرض واحد ملوش بيت قاعد في الشارع، يبقى تراب الشارع الجاف، طالما تراب جاف تراب الخيمة اللي هو فيها لو فيها كويس، ما هو ممكن يبقى وهو ساب الخيمة دخل كلب من وراها عملها، وبعدين الأرض شربتها. هو العبرة إن ربنا انعدام الطهورين ده مستحيل يعني، نادر، صورها ندم، صورها ندم، زي أو يكون محروق، أو محروق كفه إيده محروق أو وشه محروق، ما يقدرش يضرب على حاجة منه. لكن إحنا بنتكلم إنه العبرة بإن التراب اللي أمامك يكون جاف، مش العبرة بإنك أنت تحقق يا ترى مر كلب هنا من 5 سنين ولا إمبارح ولا، أو ما تسألش. الشارع لم يطلب منك نفس الأمر، طلب منك أي الواقع، الواقع اللي أمامك، ولم يطلب منك نفس الأمر. واخد بال حضرتك؟ ليه؟ تيسيرا على العباد. فطالما انا شايف حته بقعه ناشفه خلاص اعتبرها طاهره واتيمم منها سهله، وما اقولش بقى ايه اللي احسن يكون في كلب عملها هنا او يكون طفل مش عارف عمل ايه او حد اتقى هنا. ليه؟ لان كده هكلف نفسي ما لا اطيق. اصل الشافعيه عندهم ان التراب هو اللي يتيمم بيه، وده تكلمنا عليه في باب التيمم. لكن المالكيه قالوا كل ما على وجه الارض صعيد، فلو جبت زلطه ينفع تتيمم بيه بالرغم ان هي تبقى نظيفه ومعلاش اي غبار، تخبط ايدك عليه، حته رخامه ناعمه حرير تخبط ايدك عليها عند الملكيه تتوضا. لكن السيراميك لا، لان السيراميك مش خلقه ربنا، ده مصنوع مصنع، فاهم؟ لكن الرخام خلقه ربنا، الجرانيت خلقه ربنا، وربنا بيقول ايه؟ فتيمموا صعيدا طيبا. فالملكيه قالوا كل ما على الارض صعيد، مش الصعيد بتاع الصعيد بتاعنا، صعيد يعني ايه؟ يعني ظاهر، من المكان الظاهر المرتفع او الظاهر، يعني اللي هو الشيء السطحي اللي انت تشوفه على سطح الارض. السجاده دي متصنعه ما تبقاش صعيد، مش كده؟ تحتها بلاط اسمنت، ما ينفعش. لكن حاطين تحتها رخام يبقى زحها واتيمم من على الرخام، ده عند الملكيه. لكن عند الشافعية قال لك هو التراب. دي رواية سيدنا عبد الله بن مسعود لما سئل صعيدا طيبة وهو ترجمان القرآن، قال الصعيد هو التراب الطاهر. ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس. فالإمام الشافعي تمسك برواية سيدنا عبد الله بن عباس في التفسير وقال يبقى هو التراب، فأي حاجة غير التراب ما تنفعش، ويشترط فيه أن يكون له غبار. والكلام ده اتكلمناه. يبقى الملكية رأيهم مبحبح، أنا بفتي المرضى بتوعي برأي الملكية بالرغم أن أنا شافه. يجي عامل عملية وقاعد على السرير وما ينفعش يتوضى، فبقول له هات زلطة حلوة كده نظيفة كده جميلة وارسلها وحطها تحت المخدة بتاعتك، وأول ما تسمع الأذان تقول نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، بسم الله نويت التيمم لاستباحة فرض، وتمسك الإيه الزلطة كده بإيدك نظيفة آخر نظافة، مسكها بإيده كده ويروح ماسح على وجهه، ويمسكها تاني ويروح ماسح على دراعه ودراعه التاني ويصلي.
كده صلاة صحيحة حلوة. ينفعش يتحرك، نقدر نعمل لك مكان؟ اه يا جوز تيممه، واخد بالك، سهل، وتوضيه برضه وتغسله، كل حاجة جائز. وأما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة. كان الأنسب بالمقابلة أن يقول فلا تشترط الطهارة في حقه، إلا أنه عبر بالمقصود، لأنه إذا لم تشترط الطهارة في حقه فصلاته صحيحة، وهي صلاة شرعية يبطلها ما يبطل غيرها على المعتمد، ولا يصلي ما دام يرجو أحد الطهورين إلا إذا ضاق الوقت، فإن أيس منهما صلى ولو من أول الوقت. يبقى فاقد الطهورين لو كان يعني عنده غالبة الظن إن هيجيله أحد الطهورين تراب أو ماء في خلال فترة بسيطة قبل ما ينقضي وقت الصلاة، يبقى يجب عليه أن ينتظر. يعني إحنا قاعدين في الجيش وقاعدين في حتة مفيش فيها حتى تراب، بنفترض كده مثلا، لأن المذهب الشافعي يشترط التراب، حتة الأرض بتاعتها معمولة من أسمنت، ولا معمولة، ولا أرض جيرية من جير، كويس. وبعدين الراجل بتاع العربية بيجيب لنا فنطاس المية كل يوم الساعة 2، ومفيش مية في المعسكر، والظهر بيدن 12 والعصر 3:30، ما صليش واعتبر نفسي فاقد التورين، انتظر بقى لأن الفنطاس بيجي الساعة 2، لحد ما يجي فنطاس المية واتوضى وصلي. فضلنا متوضيين مستنيين وما صليناش، الفنطاس ما جاش لحد الساعة ما بقت 3:15، ضاق الوقت، ضاق الوقت. يبقى في الحالة دي هصلي على حالي وأعيد لما يجي فنطاس المية. فهمت بقى؟ هصلي بالتراب، هتصلي بالتراب إذا فقدت الماء بشروط إنك أنت طلبت الماء فلم تجده. لا، لو هيجي لي المية الفنطاس الساعة 2 يبقى ما تيممش برضه، كويس. وبعدين أصلي بالتراب لو ضاق الوقت، وهل أعيد لما يجي الماء؟ أعيد لو كان في مكان نادر فقدان الماء فيه، ولا أعيد إن كان في مكان غالب الحال فقدان الماء فيه. واضح؟ بس الكلام ده قلناه في باب التيمم كويس يعني من حوالي سنة. فبيقول إيه هنا؟ ولا يصلي ما دام يرجو أحد الطهورين إلا إذا ضاق الوقت، فإن أيس منهما يعني من الماء والتراب، يئس خلاص مش هيجوا، صلى ولو من أول الوقت. يعني هو في حتة يائس تماما إن هيجيله التراب أو الماء، يائس تماما، يبقى يصلي من أول الوقت خلاص، هينتظر إيه؟ ما هو يائس، زي المحروق اللي قلت لك ده، ما هو محروق ده مش هيقدر، يعني لو قدامه مية أو تراب هو مش هيستعمل، ممنوع من استعماله، يبقى أول ما يدن الأذان خلاص يصلي على حاله، بس ما يصليش للناس إمام. فهمت؟ وإذا كان فاقد الطهورين جنبا اقتصر على قراءة الواجب من الفاتحة أو بدلها من 7 آيات عند العجز عنها عن الفاتحة، ولا يقرأ السورة، لأنه إنما أبيح له قراءة الواجب لتوقف صحة الصلاة عليه. دي قلناها، واحد مش حافظ الفاتحة ومش قادر يحفظها، نقول له يا سيدي اقرأ قل هو الله أحد 5 مرات 3 مرات بقدر الفتحة، نشوف قل والله أحد لما نكررها تيجي عدد ألفاظها قد ألفاظ الفتحة، لما يكررها كم مرة نعد ألفاظ الفتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، نعد كلمة كلمة. وبعدين هو مش حافظ إلا قل والله أحد خالص، بس ما يعرف، تيجي تحفظه الفتحة مش قادر، عاجز. طب تكتبها له في ورقة يقراها، يقول لك ما بعرفش أقرأ. طب هقول لك وقول ورايا، يعني ادخل انت في الصلاه وانا هقعد بره اهو، هقول لك قول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لك سمعي تقيل. طب انت حافظ ايه؟ يقول لك هي قول والله واحد بس، يقوم نقول له كررها بعدد ايه كلمات الفاتح. فهمت ازاي؟ ادي قدرها، لانه عجز تماما عنه. ولا يك، طبعا الصور دي نادره مش هتقابلك، يعني انا من لحد دلوقتي او انا مسلم من يوم ما اتولدت وطول عمري قاعد في الجوامع وبلف على الناس وبحتك بيهم، ما شفتش واحد بهذه الصوره الى الان. لكن لو فرض جدلك قابلك واحد يبقى عارف له حل برضه، لكن دي نادره، صور نادره.
انا شخصيا كنت بعمل عملية العيان عندها فشل كلوي عندها 50 سنة، وام حكيمة عندنا في المستشفى بقول لها يا ست اقري الفاتحة ربنا يسهل لك العملية، قالت لي انا مش حافظة الفاتحة. والله العظيم هذا حدث، وساكنة في الدرب الاحمر بينها وبين الازهر خطوتين، وعندها 50 سنة ومولودة مسلمة وجوزها مسلم لا يترك صلاة ومش حافظة الفاتحة. يا ستي ازاي مش حافظة الفاتحة؟ والله تقول لي والله مش حافظها، جوزي كتير يقول لي اقعدي حفظها لك، بكسل مشغولة بالعيال. الله، متجوزة بقالك كام سنة؟ 25 سنة، 25 سنة متكسلي؟ حاجة غريبة. لكن دي الصورة الوحيدة اللي أنا قابلتها عشان أبقى صادق، يعني مرة واحدة في حياتي بس إن أنا قابلت واحدة ولدت مسلمة في بلد مسلمة وزوجها مصلي وأبوها مصلي وكل اللي حواليها جيرانها مصليين وهي مش حافظة الفتح. قابلناها أهي، عشان لما نبقى نقول نادر، لكنها قابلناها. ممكن تنتشر أكتر في اللي ما بيتكلموش العربية. ممكن في بلاد الأجانب. أو الحديث إسلام، واحد مسيحي وأسلم النهارده. ممكن، أو أسلم الوقت وعايز يصلي. وإن كان في مسيحيين حافظين الفتح. كان زمان في الصعيد حصل كده خلاف بين المسيحيين والمسلمين، فتنة كده قامت في إحدى القرى، وأنت عارف الصعيد بقى مخهم ناشف، فبقوا يمسكوا البني آدم من دول يقولوا اقرأ الفتح، اللي يقرأ الفتح يعديه واللي ما يقراش الفتح يموته يبقى مسيحي. الكلام ده حصل من مدة طويلة يعني. فكان في طباخ عند جدي راجل مسيحي، فبيقول له والله يا حسن بيه أنا اللي نجاني إن أنا حافظ الفتح، مسكوني وقالوا لي اقرأ الفتح أنا حافظها، رحت قلتها قالوا لي امشي. هو مسيحي يعني، مسيحي وحافظ الفتح، والست اللي بعملها العملية مسلمة ومش حافظة الفتح. فربنا ينجي. ولا يقرأ السورة لأنه إنما أبيح له قراءة الواجب لتوقف صحة الصلاة عليه، ومثل قراءة الواجب هنا ما لو نذر قراءة سورة مثلا في وقت معين، يعني برضو الواجب عليه زي كأنه عامل نذر على نفسه، يا رب لله علي أن أقرأ سورة الكهف ما حييت يوم الجمعة، فصارت قراءة سورة الكهف عليه واجبة كل يوم جمعة، لو ما قراهاش حرام عليه لأنها فرض على نفسه. طب فاقد الطهورين وعلى جنابة وفاقد الطهورين يقول لك يقرأ النذر لأنه واجب طالما جاء وقته، لأنه واجب عليه، خدت بالك؟ أو يقول لله علي أن أقرأ مثلا سورة تبارك قبل نومي ما حييت، كل يوم قبل ما أنام أقرأ تبارك الملك، عملها نذر على نفسه. يبقى حتى لو فاقد الطهورين وعلى جنابة يقرأها برضه قبل ما ينام لأنها صارت واجبة عليه. واضح؟ يعني في بعض العلماء قالوا اذا كان نذر، يعني في ناس في علماء قالوا النذر التبرر، التبرر وجب ان هو يوفيه الا ان عجز تماما فيوفي كانه تحلت ايمان، كانه تحلت ايمان، يعني يطعم 10 مساكين، يطعم 10 مساكين او يكسيهم وخلاص ويحرر نفسه، ده لما يلاقي نفسه عجز تماما. انما لو هو مقدور عليه ما يعملهاش، لانه ما يعملش كده تحلة القسم الا اذا عجز، واخد بالك؟ يعني هو ناوي نذر ان هو يقرا سوره معينه فاصابه خلل في ايه، في لسانه، جات له جلطه فبقاش يقدر يتكلم، نقوم نقول له ايه اطعم 10 مساكين خلاص، لانه ايه جات له جلطه فقد طريقه النطق مش قادر يعني. هو الأحسن الواحد ما ينذرش عليه، كفاية عليه الفرائض اللي ربنا، يعني قوم بالفرائض ما تكلفش نفسك أشياء قد لا تحافظ عليها. فصارت كقراءة الفاتحة أو بدلاها هنا. ولا يصلي إلا الفرد لحرمة الوقت فلا يصلي النوافل مع وجوب الإعادة عليه، يبقى فاقد الطهورين هيصلي ويجب الإعادة، ده مذهب الشافعية. الأحناف ما يصليش إلا لما يجد أحد الطهورين يبقى يصلي. فلا يلزم من كونها صحيحة أن تكون مغنية عن القضاء كصلاة المتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء، فإنها صحيحة مع وجوب الإعادة عليه. يعني اللي بيتيمم في مكان يغلب وجود الماء فيه لفقد الماء، فهمت إزاي؟ يبقى في الحالة دي هيصلي بالتيمم ويعيد،
طيب اللي هيصلي بالتيمم في مكان نادر الماء فيه، يندر وجود الماء فيه، يبقى ليس عليه الإعادة حتى لو وجد الماء. ليس عليه الإعادة حتى ولو وجد الماء. بخلاف المتيمم بمحل لا يغلب فيه وجود الماء فإنه لا تجب عليه الإعادة، ويلزم من ذلك أن صلاته صحيحة، وحينئذ فيلزم من كون الصلاة تغني عن من كون الصلاة تغني عن القضاء أن تكون صحيحة ولا عكس. يعني ليس كل صلاة صحيحة تغني عن القضاء، ولكن كل صلاة تغني عن القضاء صحيحة. لو المية قطعت في القاهرة كويس خالص وما عندكش مية في المقطم، هنا اتقطعت المية وانت مش محوش، ونزلت تشتري ازازة مية من عند البقال، فالبقال عرف ان المية مقطوعة فقال لك ازازة المية ب10 جنيه وهي بجنيه او ب2 جنيه، يبقى في الحالة دي هتتيمم، تتيمم وتصلي، واما تيجي المية تبقى تتوضى وتعيد، هتعمل كده برضه، وتبقى تعيدهم برضه، تعيدهم برضه. لان انت في مكان نادر عدم وجود الماء عليه، خصوصا انك انت بينك وبين السيده عائشه حاجه بسيطه 13 كيلو، من هنا لحد السيده عائشه 13 كيلو، سهل انزل السيده عائشه وتوضى وصل وارجع تاني، يجي الوقت التاني تنزل ماشي ماشي، خد بالك عشان تحرم ما كان زمان كده والله، كانوا يمشوا المسافات دي كلها ياخدوها ماشي، كانوا أصحاء ما يمهمش. عشان كده الناس دلوقتي متعودين على العربية على طول، يجوا يحجوا يبقوا قاعدين مكسحين جوه الأتوبيس في الزحمة. طب ما تمشي، ده بينك وبين مزدلفة 5 كيلو، يقول لك ايه 5 كيلو امشي 5 كيلو، ويقعد مكسح في الأتوبيس 8 ساعات. طب ده أنت لو مشيت أحسن لك، ده 5 كيلو يعني. ما يردوش. مع وجوب الإعادة عليه فلا يلزم من كونها صحيحة أن تكون مغنية عن القضاء كصلاة المتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء، فإنها صحيحة مع وجوب الإعادة عليه، بخلاف المتيمم بمحل لا يغلب فيه وجود الماء فإنه لا تجب عليه الإعادة، ويلزم من ذلك أن صلاته صحيحة، وحينئذ فيلزم من كون الصلاة تغني عن القضاء أن تكون صحيحة. يعني كل صلاة تغني عن القضاء صحيحة، وليس كل صلاة صحيحة تغني عن القضاء، كصلاة فاقد الطهرين والمتيمم في مكان يندر عدم وجود الماء فيه. سهلة؟ ومتى وجد الماء أعاد به مطلقا. طيب فاقد الطهرين أول ما يجد الماء يعيد على طول، طب وجد التراب إن كان في مكان يندر وجود الماء يعني بتسقط بالتيمم يبقى يعيد، إن كان في مكان لا تسقط الصلاة فيه بالتيمم يبقى ما يعيدهاش بقى، لا يستنى برضه ما إيه. وأما التراب فإن وجده في الوقت أعاد به وإن لم تسقط الصلاة. إن وجد بقى التراب في الوقت كده كده هيعيد في أي حال، لكن وجده بعد الوقت في مكان يندر غياب الماء فيه يبقى ليس عليه الإعادة لحد ما يجد الماء. وإن لم تسقط الصلاة ليؤدي الصلاة بأحد الطهورين طالما في الوقت. وإن وجده بعد الوقت فلا يعيد به إلا بمحل تسقط الصلاة فيه بالتيمم بأن يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران، بخلاف المحل الذي لا تسقط الصلاة فيه بالتيمم بأن يغلب فيه الوجود فلا يعيد فيه بعد الوقت بالتراب حينئذ لوجوب إعادتها بعد. ونقف على طهارة النجس. طهارة النجس دي على فكرة تبع الشرط الأول، يعني احنا قرينا النهاردة نص الشرط الأول. ايوه اتفضل. واحد مثلا وجهه وكفيه الاثنين محترق، ايوه بيقول في الموضوع ده مثلا فتره كبيره، الفتره دي السنه الفتره دي طبعا هيتقلل بحضرتك، هل بقى بعد قعد مثلا اسبوعين ثلاثه يعيد الصلاه كلها؟ ما هيتيمم ازاي؟ ما هو الوجه والكفين ده عضو مشترك بين التيمم والوضوء، يبقى هنا ده هيتيمم ولا هي ايه ولا هيتوضى، لكن هيغسل رجليه، هيغسل رجليه. ما هو الفرد هنا في الصورة دي ان الراجل ده درعته محروقة بكفيه ووجهه كويس، زي حاجة هبت فيه، بتحصل ساعات في المصانع كده، او ست في شغلة في مطبخ تبص تلاقي وشها وكفيه، لان تملي الكف هو الواحد بيكف بيه النار، فتلاقيه هو اول حاجة تتحرق منه،
يبقى في الحالة دي هيعمل ايه؟ فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم. يجي وقت الصلاة يروح عامل ايه؟ غسل رجليه لأن رجليه سليمة، يغسلها ويصلي على حاله، ولما يخف خالص يعيد الصلوات دي تاني على القول الراجح في المذهب. وعند المزني ليست عليه الإعادة، وهو وجه عند الشافعي ليس عليه الإعادة، ده المزني وجه، ولكن اللي عليه الفتوى إنه يعيد تاني. ونقف على طهارة النجس إن شاء الله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.